أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث، ناديكم الأول للصحافة في فلسطين وواجهتكم للتحليل السياسي. الترحيب أيضا موصول لضيفي في الاستوديو لهذا اليوم الأستاذ عارف حجاوي، رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة. تحياتي أستاذ عارف. أهلا بك. كالعادة نبدأ سريعا بمتابعة أبرز ما تداولت الصحف ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش. نتابع. نبدأ هذه الجولة من الصحف المحلية ومع جريدة القدس. توزيع أوامر بهدم بنايات سكنية ومحل تجارية في بيت حنينة وشعفاط وعناتة. ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد يقول مشاورات تشكيل الحكومة تبدأ بالتزامن مع بدء عمل لجنة الانتخابات. إلى صحيفة الأيام التي نقلت عن صحيفة هأرتس الإسرائيلية إسرائيل تنفذ تطهيراً عرقياً لمواقع استراتيجية في الضفة الغربية. وإسرائيل تقول اعتقال خلية لفتح نفذت عملية إطلاق نار قرب رام الله. أما الحياة الجديدة تظاهر قرب سجن الرملة تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام. ودراسة ممولة أمريكياً تبين أن لا تحريض في المناهج الفلسطينية. ننتقل إلى أهم الصحف العربية وبداية مع الدستور الأردنية. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون يقول إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والشتات حيثما أمكن. أما صحيفة الغد التي نقلت حديث لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف زيارة كيري للأراضي المحتلة تهدف لاستئناف المفاوضات بلا شروط. ومن الأهرام المصرية الرئيس المصري محمد مرسي يعترف حقوق الإنسان أساس التعامل مع المواطنين. ننتقل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ومن الشرق الأوسط نقرأ الجيش الإسرائيلي يزرع حقول ألغام جديدة على طول الحدود مع سوريا. أما القدس العربي إسرائيل تدخل على خط المصالحة الفلسطينية بشن حملة اعتقالات ضد قادة ونواب حماس بالضفة الغربية وفتح تستنكر وتستهجن مهاجمة البردوي للسلطة والأجهزة الأمنية. ومن الصحف الإسرائيلية نبدأ من صحيفة معرب التي عنونت اليوم افتتاح الكنيسة 19 47 عضوا جديدا. إلى صحيفة يدعوت أحرنوت ليبرمان يطالب بوزارة الخارجية حتى تنتهي محاكمته ليعود إلى الوزارة. أما صحيفة هأرتس يهود باراك قضى على الرقابة العسكرية في ميونخ بعد اعترافه بضرب سوريا. وأخيرا من الصحف الأجنبية ومع واشنطن بوست الأمريكية لا أمل في الخروج من الأزمة السورية دون مساعدة روسية. إلى نيويورك تايمز مستقبل سوريا سيكون أفضل من خلال تسوية سلمية. أما لوس أنجلوس تايمز فكتبت مرسي انشغل بالسياسة ونسى ثورة الفقراء. وأخيرا من الجارديان البريطانية مرسي مرغم على اتباع وسائل مبارك في إنقاذ نظامه. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع الأستاذ عارف حجاوي. أستاذ عارف، دعني أبدأ بالشأن السوري قبل أن ندخل في شأن الفلسطيني وما جرى على هذا الملف من معطيات جديدة، سواء مبادرة معاد الخطيب وكيف تداولتها المحافل الدولية طبعا المعارضة من أنه هناك إمكانية للحوار مع النظام السوري ولكن عبر بوابة فاروق الشرع وأنه اشتراط بأنه برحيل الأسد بالنهاية. من ناحية ثانية إيران أيضا في الصورة ويبدو بأن هناك معطيات جديدة على العلاقة الأمريكية الإيرانية بعدما سمعنا ما قاله نائب رئيس الأمريكي جو بايدن مع مؤتمر مشترك مع أولاند الرئيس الفرنسي. قال بأنه أمريكا ليست لديها مشكلة في لقاءات ثنائية مع إيران ولكن بعد مشاورة ومواقف موافقة الدول 5+1 يبدو بأن الملف السوري يا إما هو حسم موضوع العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وطبعا روسيا كما تقول بعض الصحف، أو أنه طرأ شيء آخر في الحالة الإيرانية فرضت طريقا آخر على الملف السوري وفي طريقة حله. هل ترى الصورة أوضح مما نراها؟ لا، رأيتها بوضوح كبير. أنطلق من تصريح الإبراهيمي قبل نحو شهر وأصر عليه عدة مرات أنه لا منتصر بالحرب والحوار هو الطريق الوحيد. قيلت كثيرا قبل الإبراهيمي وبعده ولكن الآن بدأت ترسخ في أذهان كثيرة. آخر ذهن وهو مهم جدا أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف المعارض السوري، والمبادرة جريئة جدا فعلا، لم يشاور بما يكفي داخل ائتلافه وعارض الائتلاف خطوته عندما قال نفاوض
ولكن بشروط أن تطلق أن يطلق نظام سوري 160 ألفا من المعتقلين، وأن يسمح بعودة المعارضة وجوازات سفر إلى آخره. ولكن بعد ذلك المعارضة أيدت أحمد معالي الخطيب، ولقيت مبادرته آذانا صاغية في الغرب. نيويورك تايمز، الجارديان، رددت تصريحه بكثير من الحماسة. فأعتقد أن كثير من الأطراف بدأت تعتقد أن الحوار فعلا هو الطريق، لكن للآن لا يرون أن الأسد يستطيع أن يحكم البلد برؤية موضوعية، سواء كانوا ضد الأسد أم معه. حتى روسيا وإيران أكثر من تصريح لا تريان الأسد قادرا على أن يحكم هذا البلد بعد هذه المقتلة الفظيعة. فالحوار يبدو أنه قادم، والسبب الأساسي هو أن الطائفية في سوريا، تركيبة الطائفية، لن تسمح بأن يكون هناك انتصار حاسم، لأنه يخشى بعده من مذابح كبيرة. فالحوار ربما أن يكون على طريقة المصالحة الشعبية في داخل البلد. طيب، وعلى مستوى العلاقة الأمريكية الإيرانية من وجهة نظرك، هل طرأ عليها تغيير على ضوء أنه لم يحسم الملف السوري الذي تدعمه أعتقد إيران؟ أن سوريا ستخرج من العباءة الإيرانية، ولكنها من الصعب أن تخرج من العباءة الروسية، لأن هناك مصلحة لروسيا على المتوسط. الميناء الوحيد لروسيا هو طرطوس في سوريا على كل البحر المتوسط، هذا مهم استراتيجيا لروسيا. والولايات المتحدة لم تدفع ثمنا لروسيا مقابل أن تكون سوريا تابعة للمنظومة الأمريكية في المنطقة. ولا تنظر روسيا باتجاه أن تكون تابعا، يعني إذا نظرنا على طموح روسيا الاتحادية في المنطقة وبعد هزيمة الاتحاد السوفيتي، لا أعتقد بأنه هذا وارد حتى على المستوى الاستراتيجي البعيد. لا تريد أن تخسر سوريا بالتأكيد. طيب، في المسألة الإيرانية، معطيات جديدة أيضا في منطقة الشرق الأوسط، ليست سوريا عنوانها الوحيد. العلاقة المصرية الإيرانية، وصول أحمد نجاد لحضور القمة الإسلامية في القاهرة واستقبال مرسي له، والحديث عن خطوات إيرانية، يعني ما قاله مثلا أحمد نجاد لقناة الميادين، وقال بأنه إذا اتفقت إيران ومصر فإن فلسطين ستتحرر، الحمد لله. أو ما قالوا أيضا في مسألة الملف السوري على هذا النطاق. وهناك يعني من يحلل الزيارة الإيرانية، بطبيعة الحال هي رئيسة القمة دول عدم الانحياز، وبالطبيعي أن تكون موجودة إيران، ولكن يارون فريدمان، هذا محلل إسرائيلي شؤون العربية في صحيفة يدعوت أحرنوت، قال إنه زيارة أحمد نجاد هي زيارة تاريخية رمزية، لكنها محكوم عليها بالفشل مسبقا، إن الزيارة لن تعدو أكثر من زيارة رمزية. وقال بإنه من يستفيد منها قد يكون الجانب المصري، يعني دوافع إيران هي أكثر يعني فرض نفوذ، معادلة أمريكية في الاعتبار، بينما مصر، يقول هذا الكاتب، إنه قد يستغلها الرئيس المرسي لأن يشكل دورا في الملف السوري يخرجه من أزمته الداخلية في مصر، هكذا يقول هذا الكاتب. هل أنت تتفق ما يقوله حتى الآن؟ مضطر أن أتفق في الجزء الأول، أن الزيارة رمزية. مرسي ذهب إلى إيران لقمة عدم الانحياز، وأحمد نجاد جاء إلى مصر للقمة الإسلامية واحدة بواحدة، ويا بيت ما دخلك شر، يعني ما لا أرى فيها الكثير. مصر الآن في حكم الإخوان، مرتبطة بالغرب، أكاد أقول بشكل شبيه بارتباط نظام حسني مبارك. ولن على أكثر تشبثات ربما. لن تستطيع إيران أن تمد حزامها في النفوذ إلى مصر بأي شكل، ولن يسمح لها. هناك اعتبارات، السنة والشيعة، واحد من الاعتبارات، مرسي من الإخوان المسلمين. هناك اعتبارات اقتصادية، الفارق في الاقتصادين كبير، والفوائد في التبادل التجاري قد لا تكون في غاية الأهمية. إيران بعيدة في مخططاتها،
همها العراق، سوريا الآن ألمها الكبير إذا خسرت نفوذها في سوريا قد تخسر أيضا جزء كبير من نفوذها في لبنان. لا أعتقد أن الزيارة أكثر من زيارة بروتوكولية. طب عندما يقول أحمد نجاد بأنه إذا اتفقت مصر وإيران فإن فلسطين ستتحرر، ويقول بأن له نية لزيارة قطاع غزة إن سمح له ذلك دون أن يذكر من الذي سيسمح له، هل هي جمهورية مصر العربية أم إنه إسرائيل، قال أيضا أنه حلمه يتعدى قطاع غزة بأن يصلي في القدس بعد تحريرها، ما الذي يجري؟ هو حرر فلسطين عدة مرات أحمد نجات في السابق ولم نرى ذلك، يبدو في أحلامه، ويريد أن يصعد إلى الفضاء إذا تابعت تصريحاته الأخيرة بقرد. هو قرد صعد، ولكن الآن مرسي، عفوا، أحمد نجاد يعرض أن يكون أول رائد فضاء، كأن المسألة مسألة تبرع ولا تحتاج إلى تمرينات كثيرة. طيب. أحمد نجاد أخذ تصريحاته على محمل الحماسة لموضوع وعلى محمل المزاودة. هو اهتمامه أن يسيطر على الحكم الذي هو فيه، وهو في الحكم ليس بالشكل الديمقراطي الذي يصوره هو. لا، هو موجود بمعادلة باتفاقات مع خامنئي ومع الحرس الثوري، قريبه المدعي العام السابق قد اعتقل مؤخرا، فالفساد ليس بعيدا عن السيد أحمد نجاد. ويبيعنا أحلاما، وأنا أذكر مشاهدي بأن الفلسطينيين تحمسوا لكثيرين يطلقون شعارات قوية تحرير فلسطين والقدس، ويجب أن ندرك أن هذه الشعارات هي للاستهلاك الداخلي عندهم. يريدون زعامة إقليمية، هذه لا تشترى بالتصريحات. وأما مصر فهي جديرة بأن يكون لها زعامة إقليمية، فقدتها في عهد مبارك لأنها كانت ذيلا لواشنطن ولإسرائيل في فترات، والآن مصر مقبلة على بعض التحسن، ولكن إذا كان اقتصاد مصر أعرج كما هو الآن فقد لا تستطيع أن تكون القوة الإقليمية التي نريدها أن تكون. طيب بالنسبة لنا كجانب فلسطيني أمام هذه المعادلة، يعني من الطرفين إن صح أن نقول بأنه تم اللعب على وتر الانقسام بين فتح وحماس، سواء من الإخوان المسلمين أو من إيران، يعني مسألة الدعوة إلى قمة دول عدم الانحياز كانت أثارت جدلا كبيرا في ضرب التمثيل الفلسطيني ودعوة إسماعيل هنية، وأثارت ما أثارته في تلك الفترة. ثم أيضا مع بداية حكم الإخوان وتشكيل حكومة هشام قنديل، زيارة إسماعيل هنية أو استقباله لإسماعيل هنية كنظير له في القاهرة، أو حتى التعامل مع حركة حماس بطريقة مختلفة، ودع ملف المصالحة جانبا لأنه هذا يعني لا نستطيع يعني أقول في ضمن الأجواء الحالية، يعني أنا أقول على المدى التعاملي الاستراتيجي أو التوافقي في العلاقة بين لكل جهة في العالم أن تتعامل مع الفلسطيني الذي تريده. هم أحرار، نحن لسنا أحرارا في أن نطرح أنفسنا ممثلين للشعب بدون وجهة نظر قانونية صحيحة وطنية صحيحة، وأعني بوطنية أن نكون تحت المظلة الفلسطينية الكبيرة. هذه المظلة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وهنا أنا فعلا المصالحة هي العنصر هنا. وأعتقد أن اجتماع القاهرة في 8 من هذا الشهر هو المربط الحقيقي لتبيان النية الصحيحة أو غير الصحيحة في حدوث مصالحة. تعتقد بأنه مفصلي، يعني هذا الاجتماع هو مفصل لأنه اجتماع من لجنة منظمة نعم الحريق. ولكن مفصلي للنجاح أو للفشل لكل ملف المصالحة. نعم، والمصالحة معناها منظمة التحرير أن تحتوي الشعب الفلسطيني كله، الفصائل جميعا، لأنها المظلة. منظمة التحرير ليست ناديا نخبويا، ليست نادي الجزيرة لا يدخله إلا من كان جده باشا. منظمة التحرير للجميع، لكل من له وجود على الساحة، فليست حكرا على أحد. صحيح، هذا صحيح. طيب في ملفات المصالحة ملفات كثيرة،
هل تعتقد بأنه آخر ما صدر من تصريحات سواء لصلاح البردويل قيادي في حركة حماس وتنديده وشجبه للاعتقالات اللي قامت فيها إسرائيل في الضفة الغربية منها نوابا من حركة حماس، أيضا منظمة التحرير كانت قد نددت وقالت بأن هذا انتهاك صارخ في القانون الدولي لما يمثل النواب من حصانة أو يعني امتياز الحصانة. صلاح البردويل قال بأنه ليس فقط ندد بإسرائيل وممارساتها، بل وأيضا اتهم السلطة الفلسطينية بأنه بسبب التنسيق الأمني فإن هذا تعاونا أو اشتراكا في هذه الجريمة، رغم تنديد أيضا واستنكار حركة فتح لتصريحات. هو يعلم وغيره يعلم أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تمنع إسرائيل من اعتقال أحد، والتنسيق الأمني يعني هو كان هناك هدنة بين إسرائيل والجهاد وحماس في غزة برعاية مصرية، والتنسيق الأمني شيء ضروري. الآن الإسرائيليون لا يريدونه ويخففون منه لكي تزداد الهجمات على الريف الفلسطيني، على المنطقة جيم التي يخططون لابتلاعها. هل تعتقد بأن السلطة أو منظمة التحرير مضروبة بحجر كبير زي ما بيقولوا جداتنا؟ يعني مسألة التنسيق الأمني وما أنجز في قطاع غزة من الهدنة التي تحدثت عنها، هل هناك اختلاف أصلا جوهري في مضمون هذا وذاك في التعامل الفلسطيني مع الملف؟ تعامل إسرائيل معنا جميعا موحد بحمد الله، ولكن علينا أن نترك الأوهام وأن ندخل في إطار هذه المظلة. مرة أخرى أعود لأقول أن حتى ميثاق منظمة التحرير لا يمنع دخول عناصر أخرى، وهنا المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان، هو الذي يفرز منظمة التحرير، وانتخاباته يخطط لها الآن. ستكون بالطبع انتخابات عامة ومهللة لأن الوجود الفلسطيني مشتت، ولكن في النهاية عند حماس والجهاد مكاتب، خذي مثلا بيروت، وجود فتح في بيروت ليس أقوى من وجود حماس. عندهم تلفزيون وعندهم مراكز أبحاث وعندهم وجود في الشتات الفلسطيني. عندما يفرز المجلس الوطني الفلسطيني المقبل بأي طريقة أفرز بها، نسميها انتخابات قد لا تكون بالضبط انتخابات، هذا سيحدد ميثاق ميمتافا القادم. لا يستطيع المرء أن يقول لا أريد أن أدخل تحت المظلة إلا إذا فصلت من الميثاق كما أريد. أساسا حماس عندها تصريحات كثيرة بقبول حل الدولتين كما سمعنا مؤخرا، وبرفض حل الدولتين، وكلما عن على بال مسؤول صغير أو كبير أن يقول نريد فلسطين من البحر إلى النهر فهو يقولها بحرية، الكلام ليس عليه جمرك. الفهم المنطقي هو أدخل في المنظمة ولنرى قدراتك، ويتغير الميثاق بحسب القوة. هذا طموح، يعني هذا طموح أصلا يعني ليس حكرا على أحد، وقلت أنت بأنه أصلا منظمة التحرير مفتوحة لجميع الفصائل لأن تدخلها. طيب حركة حماس يعني وأيضا جهاد الإسلام، ولكن حركة الحماس بالتحديد وطموحاتها الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية، سمعنا عن تقاسم للحصص داخل حركة حماس أصلا بين رئيس المكتب السياسي ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وكأن الأمر في متناول اليد. طموح مشروع، ولكن الحديث أكثر، يعني أنا أريد أن أذهب أبعد من مجرد الطموح المشروع لأي فصيل فلسطيني، يجب أن يكون له معطيات أيضا على الأرض وقبول شعبي وقاعدة شعبية توازي هذا الثقل. هل تعتقد بأنه دور خارجي أيضا واضح في هذه المسألة؟ يعني عندما تحدثت عن مصر قلت بأن هناك تفاهما ودعما أمريكيا واضح بين الإخوان وحركة وعفوا والولايات المتحدة، هل يسحب هذا الكلام على حركة حماس في الضفة؟ أغلب المراقبين يقولوا بأن الأراضي الفلسطينية ليست استثناء عما يجري في المنطقة العربية، وأن صعود الإسلام السياسي ستأخذ منه حماس حصة. ممكن جدا، لكن الأمر يعتمد على الشارع الفلسطيني. التعميم هنا قد يجعلنا نبسط الأمور بشكل أكثر من اللازم. يعني تونس صارت إسلامية ومصر
وسوريا ربما لاحقا، فيجب أن تكون الأراضي الفلسطينية محكومة من قبل فصيل إسرائيل، ليس بالضرورة. وهنا الوضع مختلف تماما عندنا. عندنا جرت انتخابات مثالية دقيقة ومرتبة في انتخاب أبو مازن والمجلس التشريعي. طيب هذا الكلام تجربة من تجاربنا الوطنية، ونعتقد أنه إذا كانت منظمة التحرير تشمل كافة العناصر، فهذا سيجعل الديمقراطية عندنا في فلسطين أفضل حتى من الدول التي شهدت ربيعا عربيا ناجحا. وهنا الصراع على الشارع، ولحماس نفوذ في الشارع كما لفتح نفوذ في الشارع. صحيح. فليتصارع، ونهج الرئيس أبو مازن في هذا الخصوص واضح. وهو طيب دعنا نقرأ في النوايا، هل تستطيع أن تقرأ في نوايا حركة حماس موقفا ثابتا، يعني إلى جانب الطموح تجاه إنجاز المصالحة؟ يعني ما نسمعه من تيار حماس قطاع غزة قد يختلف في توجهاته وفي أبعاده عما نسمعه من خالد مشعل. في غزة عاملين دولة، بس خالد مشعل أفق السياسي أوسع، ولهذا أعتقد أنه سيجدد له، لأنه حماس لا تستطيع أن تضحي بعلاقات ثمينة مع قطر، ولكن أيضا مع مصر ومع الأردن. ومشعل يمسك بهذه الملفات بشكل طيب، وهو رجل توافقي. فأعتقد أن حماس غزة لن تكون لها الكلمة الأخيرة، رغم أنها على الأرض وقد شكلت بنية دولة وموظفين، ولكن المال الذي يغذي هذه الدولة يمر بأنبوب خالد مشعل من طريق قطر أو الخليج بشكل عام، وكان كذلك عن طريق إيران أيضا بسبب خالد مشعل. هنا هو يمثل واقعية سياسية نرجو أن تفيد في اجتماع 8 من الشهر الجاري. هل ممكن أن يستبق، يعني بما أنه أنت تقول بأن حركة حماس في قطاع غزة أسست دولة أو مستفيدة من مما أسسته ولها امتيازات لا تريد أن تفقدها، هذا ليس سر، هل تعتقد بأن حماس تيار غزة يمكن أن تعرقل المصالحة متى أرادت؟ يعني ما يقول مثلا عادل عبد الرحمن في صحيفة الحياة الجديدة، انتبهوا لعراقيل حماس، يتحدث عن ممارسات حماس على الأرض، من اعتقال كوادر فتح، من عمل اللجنة الانتخابات المركزية في القطاع بأنه هل ستمر الأمور بسلاسة أم أنه حماس قد تعرقلها، حتى ما قالوا أبو جهاد العلول مثلا، محمود العلول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في آخر لقاء معي، قال بأنه حماس وظفت 5000 موظف مؤخرا في أو أقرت تعيينهم في الحكومة المقالة. وهذا إذا أنا يعني كمراقبة حسبت الحسبة لعدد الموظفين اللي موجود في قطاع غزة يتقاضى راتبه من حكومة السلطة الفلسطينية ما بين 70 إلى 80 ألف، أصلا حماس وظفت في فترة الانقلاب ما يقارب 30 ألف، وأضف إليهم إذا قلنا 5000 فإنه ما يقارب بين 100 و115 موظف فقط موجودين في قطاع غزة يتقاضوا رواتبهم من هنا ومن هناك، وفي المحصلة الإنتاجية قد لا نحصل على ذات المبلغ. هذه المعادلة، مسألة التوظيف، مسألة الملفات الأخرى أيضا المتعلقة بإنجاز الملفات المصالحة. بدأت بالعراقيل وانتهيت بالتوظيف. ما هو إلا توظيف عراقيل ولا مش عراقيل؟ أنت برأيك؟ في الضفة في توظيف وفي الغزة في توظيف. وأنت ذكرتي ما على حماس، وكأنما علي أن أذكر ما على فتح أيضا. هذه اتهامات متبادلة متعودين عليها. أيضا هنا في الضفة الغربية توجد دولة ولها فعاليات، لها موظفين، لها مصالح. فخلينا من الدولة ليست بعيدة عن مسؤولياتها تجاه الأهل في غزة، في فرق. نعم، وهذا شيء يعني كثير هي طيب جامعة أكبر من مجرد دولة غزة. منذ الانقسام ورام الله تدفع للموظفين في غزة وتزود القطاع ب ما يحتاج إليه عندما يحتاج إليه دائما، وهذا شيء مهم، لأنه دائما كان الاعتقاد في رام الله أن الانقسام هو خطيئة ولا يجوز أن يستمر. هذا شيء جيد.
غزة لا تقول بغير ذلك، حماس غزة تقول إنه إحنا وحدة جغرافية واحدة. في التطبيق اجتماع القاهرة لن يكون فقط حماس غزة، سيكون حماس بشكل عام، وهناك رؤية سياسية قبول بحل الدولتين. أنا فهمت، هذا ولكن سيساعد. أنا يعني من باب إنه هل ستعرقل حماس غزة ما تريده مثلا حماس الخارج؟ عادي أن يحافظ كل صاحب مصلحة على مصلحته، حتى لو كانت هذه المصلحة الانقسام، ولكن في الشعب الفلسطيني هناك نية قوية للالتئام، وخاصة بعد أن رأينا أن في غزة هناك قوة كبيرة لحركة فتح كما رأينا في مهرجان الانطلاقة. وحماس شاهدت التلفزيون أيضا ورأت إن لم تنزل إلى الشارع وتشاهد بعينيها. فحماس غزة ليست الشيطان، في مصالح، وهنية أعتقد أنه ليس مرتاحا جدا في الكرسي المكتوب على قفاه المقالة، يريد كرسي مريح أكثر وشرعي، وأعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق، فقط المصالحة، وأعتقد أنها قريبة. طيب العامل الأساسي والثابت هو العامل الإسرائيلي في كل هذه المعادلات، سواء معادلات الداخلية الفلسطينية أو حتى معادلات التسوية مع الجانب الإسرائيلي. وبعد الانتخابات الإسرائيلية أصبح الأمر أسهل، قبول أمريكا لحماس أفضل بكثير، وصدرت إشارات أننا لا مانع لنا من الالتقاء بحماس والتحدث إليهم، قبولهم داخل حكومة فلسطينية سهل، إذا طبق اتفاق الدوحة بأن تكون حكومة تكنوقراط فنيين برئاسة أبو مازن ولفترة انتقالية، هذا قد يزيد الواقعية السياسية عند حماس. معلش بس أنا هون في سؤال بعد إذنك أستاذ عارف، هل الانفتاح المحدود الأمريكي تجاه حركة حماس سيندرج أيضا في إطار المصالحة، لأنه كانت في اعتراضات على ملف المصالحة، أم سيكون انفتاحا محدودا على حركة حماس وحدها؟ أعتقد بأنه هذا مهم. لا أعتقد على الإطلاق أن إسرائيل ستسمح لأمريكا أن تنفتح على حماس وأن تسلمها الضفة وكذا، معادلتنا معقدة، ولا إسرائيل تفضل أن تنضوي حماس تحت حكومة تكنوقراط بقيادة أبو مازن، وأن تأتي رويدا رويدا إلى حل الدولتين، وقد جاءت حماس إلى هدنة مع إسرائيل سابقة وخارقتها إسرائيل مرارا، وعقدت هدنة أخرى بعد حرب شرسة أخرى من جانب إسرائيل. أيضا إسرائيل تريد راحة البال من هذا الملف، تريد أن يكون الفلسطينيين بدون صواريخ. يعني هم أنا يعني في على إسرائيل أكثر من وجهة نظر، يعني لا أعتقد إنه إسرائيل في هذه المرحلة تريد فقط راحة البال، يعني الأمن الإسرائيلي بالمنشطات العريضة شيء، وما تريد لتحقيق مصالح أخرى شيء آخر، يعني هي تريد تأجيج أو إنه أن يبقى هناك فزاعة ترهب مواطنيها منها، يعني سواء الحديث عن ملف الكيماوي السوري أو الملف النووي الإيراني أو شيطنة حزب الله أو حركة حماس أو حتى شيطنة أبو مازن بإرهاب دبلوماسي كما قال فيكتور ليبرمان، وبالتالي صورة أن حركة أن إسرائيل دائما مهددة هو أمر مطلوب لإسرائيل أكثر منه ما تريد استقرارا في المناطق المجاورة لها. هل تتفق؟ تريد مفاوضات الآن إذا صدقنا يا إير لبيد، يعني بعد الانتخابات الإسرائيلية ما هي شروطها منقوصة كمان أستاذ عادل؟ أيضا يعني إسرائيل بمجانينها عندما كان ليبرمان ونتنياهو طبعا عنده استعداد عالي أن يدخل في دوامة جنون مع ليبرمان وهو حليفه الآن، الآن بعد الانتخابات الحكومة المنشودة هي حكومة واسعة يدخل فيها يائير لبيد وربما حزب آخر يساري، هذا قد يجعل المفاوضات أمرا أقرب، وهنا إسرائيل لابد أن تتنازل. عندما تكون هناك مفاوضات تنازل على الأقل في من يفاوض أن يكون منظمة التحرير بتركيبتها الجديدة المنشودة مرة أخرى أو أي شيء. أنت متفائل من الحالة الفلسطينية القادمة؟ والله أنا أستنى الثامن من شباط، إذا دخلت حماس والجهاد إلى المنظمة فسأرفع راية التفاؤل، وإذا لم تدخلا
سأكون متشائما، سأعلن أنه الاجتماع فشل. طيب شكرا لك الأستاذ عارف عجاوي رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة على هذه المشاركة معنا، شكرا لك. يعطيك مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا لختام حلقة دائرة الحدث لهذا اليوم، حتى ألقاكم يوم غد. هذه تحياتي أميرة حنانية ومن طاقم البرنامج، دائما ألف تحية إلى الزاوية الكاريكاتيرية، فلتتفضلوا، دمتم بخير وإلى اللقاء.